كوب حليب راح أضيف ملعقتين أكل سكر، ملعقة أكل خميرة، راح أرجع أضيف كوبين حليب، هسه صاروا 3 كوب حليب، بيضة واحدة، كوب زبدة مذابة بحرارة الغرفة، ربع كوب ويب كريم. نخبط كل شي سوا. هسه راح نضيف الطحين تدريجيا ونعجن. نضيف ملح. رجعت ضفت كوب حليب، يعني المجموعة كانوا 4 كوب حليب، والطحين نزلته تدريجيا، عجنت لحد ما وصلت لهذا القوام من العجينة. راح اتركها ترتاح ربع ساعة وارجع لكم. قسمت العجينة بهالشكل هذا، هاي راح اسويها التوست. اخذت قطعة كبيرة، قطعة تكون شوي اصغر. هنا عندي ايسينج فود كولورينج، راح نختار، انا اختاريت الاحمر، راح اخذ شوي بالشكل هذا واعجنها ويا العجينة مالتي وارجع لكم. عجنت اللون ويا العجينة مالتي لحد ما تجانست كلها بالشكل هذا. هسه راح افتح القطعة الكبيرة اللي خليتها على جنب. فتحتها على قد القالب مالتي. راح افتح القطعة اللي لونتها. شوفوا خليت حنة اليوم، بس حنة حمرة، ما ادري يا حمرة او برتقالية. نسويها على قد هاي، نفتحها بعد شوي ونخليها على هاي القطعة الكبيرة بهالشكل هذا. راح ارجع افتحهم اثنينهم سوا واركز على المنطقة اللي جوا هنا، افتحها بصورة اكثر اكبر، ونجي بالسكينة ناخذ هالقد، هاي ما نقصها بس منا ونعزل، ونسويهم صغار، الشرايط تكون صغار مو كبار. افتحها وارجع لكم. بس راح ناخذهم نسويهم يا هالشكل يا نسويهم مثل البريت اللي هي نسيت عليها، I don't know what it's called, but twist. Not twist. It's something else in Arabic. نلفهم بهالشكل. ألفهم كلهم وخلصهم. شوفوا الجمال. هسه راح نلمهم بهالشكل. نبدي نلف العجينة مالتنا من فوق. بالشكل هذا نجيب القالب نخليها بالقالب just like this، ونتركها تختمر لمدة 40 دقيقة ونرجع لكم. أربع طوبات العجين اللخ، كل واحدة راح أخلي بيها لون. هاي خليت أصفر، هنا خليت بلو سكاي بلو، واللخ راح اخلي ارجع اخلي بيها احمر، واللخ راح اخلي بيها براون. هنا عندي البراون بقي والاحمر. ما اخبطت الالوان بالعجينه راح ننتقل للحشو. هنا عندي تفاح ماكنتوش، شلت القشر وهسه راح اسويه بالمبرشه. بعد ما برشت التفاح خليت عليه سكر بني، ملعقه اكل كبيره زبده بحراره الغرفه، نخلي سينمون. هسه راح نخبط كل شيء سوا. سويت حشوة ثانية، زبدة براون شجر سينمون. صينية الفرن ونقص عليها بان. بديت أحشي. طبعا خليت الحشوة مالت التفاح اللي سويتها بالمصفى حتى لا يطلع مي من عندها وتخرب العجينة بإيدنا. بدي أسويهم بهالشكل هذا، بدي أحشيهم كلهم، ألونهم وأخليهم هالشكل هذا. خلي مسافات لأن هسه راح نتركها تختمر، راح تنترس الصينية منهم.
خلصتها طلعت بالشكل هذا. البيض ما حشيتهم، بقيتهم فارغات. هذولا حشيتهم من خلطة البراون شوغر والزبدة والسينمون، وهذولا بحشوة التفاح. وهسا راح نترك اغطيها واتركها تختمر لمدة 40 دقيقة ونرجع لكم. بعد ما اختمر 40 دقيقة نشوفوا الجمال. نمسحها بالخلطة اللي سويناها وندخلها للفرن. الفرن حميته على 450 فهرنهايت. نشوفكم بالشكل النهائي. من الفرن راح اغطيهم لمدة ربع ساعة ونرجع لكم. خلصتهم وطلعوا بهالشكل هذا. تغيير، وخاصة اذا عندكم اطفال حتى يحبون الاكل بالبيت، ما يطلبون ولا ياخذون اي شيء من برا. راح نقص التوست ونشوفكم شلون طلع من الداخل. جنن، شوفوا شلون طلع التوست مال هذا اليوم، فتشي ولا اروع. بس شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه، ونشوفكم ان شاء الله وصفات ثانيه. هاي اجا هنا بكندا نصيح له مونكي بريد، فاجا مونكي من الداخل اخذ له قطعه وراح. شوفوا شلون طلعت، جربوها راح تعجبكم كلش كلش.